بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في درس جديد من دروس كتاب أنشطة جديدة في الرياضيات الخاص بالمستوى السادس. كما قلت، هذا الدرس فيه أنشطة وتمارين للتعلم الذاتي والدعم الذي وزعته وزارة التربية الوطنية مؤخرا. إذن كما قلت، فنحن في الدرس رقم 40 الذي عنوانه المكعب ومتوازي المستطيلات، المساحات الجانبية والكلية. في هذا الدرس إن شاء الله سنتعرف على مساحة الجانبية والكلية للمكعب، ثم المساحة الجانبية والكلية لمتوازي المستطيلات. لماذا جمعنا بينهما؟ لأنه تقريبا متشابه، مكعب ومتوازي المستطيلات، هناك فرق طفيف فقط بين الشكلين الهندسيين. قلت هنا هذا هو الهدف، حساب المساحة الجانبية والكلية لمكعب ومتوازي المستطيلات. قبل ذلك طلب منا أن نحسب ذهنيا ضرب أعداد عشرية في 1000. إذن القاعدة تقول لضرب عدد عشري في 1000 أحول الفاصلة بثلاث أرقام إلى اليمين وأضيف أصفارا كلما تطلب الأمر ذلك. كنا تعرفنا في الدرس رقم 39 ضرب عدد عشري في 10 وضرب عدد عشري في 100. كما قلنا في 10 أحول الفاصلة بدرجة واحدة إلى اليمين، والضرب في 100 أحول الفاصلة بدرجتين إلى اليمين، والضرب في 1000 بثلاث درجات. ثم أضيف أصفار، ربما عندما أزيح الفاصلة إلى اليمين ليس لدي ثلاث أرقام لكي أحول الفاصلة كما قلت ثلاث مرات. عندما لا يتأتى ذلك ماذا أفعل؟ أضيف صفرا. في المثال هنا عندي رقمان بعد الفاصلة، قبل الفاصلة. إذن ماذا سأفعل؟ أو عفوا بعد الفاصلة ماذا سأفعل؟ سأحول الفاصلة بدرجتين ثم أضيف الصفر الثالث، مفهوم؟ كما هنا، إذن قلنا الفاصلة الأولى هنا، الفاصلة الثانية ثم أضيف صفر. هنا نفس الشيء، أخرجت الفاصلة فقط بدرجة واحدة، بقي لي صفرين أضيفهما. القاعدة سهلة. إذن بوز إن شاء الله الفيديو، خرجوا التمرين ونتلاقوا إن شاء الله بعد ذلك. إذا نتمنى إن شاء الله تكونوا جاوبتوا. هنا عندي 45.328 ضرب 1000. 1000 هنا ثلاث أصفار، إذا أزيح الفاصلة بثلاث درجات. الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة، خرجت الفاصلة، إذا أصبح العدد عددا صحيحا 45.328. المثال هنا سأزيح الفاصلة بثلاث درجات أيضا، لكن لاحظ بأن هنا عندي رقمين فقط بعد الفاصلة. ماذا سأفعل؟ الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، خرج الفاصلة، ماذا أفعل؟ أضيف الصفر، تصبح عندي 14310. نفس الشيء هنا، 5.2، أخرجت الفاصلة بدرجة واحدة، بقي درجتين، أضيف صفرين. إذا ننتقل إلى نشاط أفهم وأتذكر. هنا عندي المساحة الجانبية للمكعب هي 4 في أ في أ. المساحة الجانبية للمكعب، كما نعرف المكعب له 6 وجوه كلها مربعة. إذا مساحة المربع هي أ في أ. وبما أن عندي 4 وجوه، إذن فعندي في المساحة الجانبية عندي 4 وجوه، إذن سأضرب المساحة المربع في 4. هذه هي المساحة الجانبية. أضيف إليها القاعدتان اللي هما 2 قاعدتان، ستصبح 6 وهي المساحة الكلية. فمساحة الجانبية للمكعب هي 4 في أ في أ، والمساحة الكلية للمكعب هي 6 في أ في أ. ما من أين أتينا بالأربعة؟ فالأربعة هي مجموع الوجوه المكعب الجانبية، زائد القاعدتين تعطيني 6 وهي المساحة الكلية. ننتقل إلى مساحة الجانبية ولمتوازي المستطيلات. هي قال مجموع مساحات الوجوه الجانبية، أي جداء محيط القاعدة في الارتفاع، كما فعلنا هنا. إذن سأحسب مساحة هذا الجزء لوحده، ثم بعد ذلك مساحة هذا الوجه، ثم بعد ذلك مساحة هذا الوجه، ثم بعد ذلك مساحة هذا الوجه.
طريقه اسهل، قال هي محيط القاعده في الارتفاع، محيط القاعده هذا هو محيط القاعده مضروب في الارتفاع. المحيط ديال ديال المستطيل ما هو، ما هي قاعده حساب محيط المستطيل؟ ان مثلا نسميو هذا ا ونسميو هذا ب، فالمحيط هو هذا طول هذا الخط. كيف ساحسبه؟ سهل، قلنا القاعده سهله، فهو ا زائد ب. ا زائد ب هذه تعطيني نصف المحيط، والنصف الاخر هو كذلك ا زائد ب. اذا فهو ا زائد ب مضروبه في 2. هذه هي مساحه، عفوا هي محيط المستطيل. اذا طريقة اسهل لكي لا نحسب كل مساحة لوحدها، مساحة هذا المستطيل لوحده ثم بعد ذلك مساحة هذا المستطيل لوحده ثم بعد ذلك مساحة هذا المستطيل لوحده ثم بعد ذلك مساحة هذا المستطيل لوحده، ماذا افعل؟ احسب مساحة محيط القاعدة. محيط القاعدة ماذا سيعطيني محيط القاعدة؟ لاحظ جيدا، هذا هو محيط القاعدة، سأضربه في الارتفاع. محيط القاعدة في الارتفاع ماذا سيعطيني؟ محيط القاعدة في الارتفاع سيعطيني المساحة الجانبية. كيف ذلك؟ إذا قلنا هنا A فهي طول. إذا مثلا إذا أردنا أن نحسب المستطيل الذي هو أمامنا اللي كنشوفه فيه دابا، هذا المستطيل، هذا المساحة ديال هذا المستطيل، ماذا سنفعل؟ هي A في H. شحال عندنا من هذا المستطيل؟ عندنا منه 2، عندنا هذا المستطيل هذا اللي كيشوف هنا والمستطيل الاخر اللي كاين في الظهر. اذا عندي جوج من ا في اش، مزيان. ثم عندي هذا المستطيل هذا، شحال هي المساحه ديالو؟ هي بي في اش. شحال عندي منه؟ تاهو عندي منه 2، عندي هذا وعندي هذا، اذا حتى هو 2 في ب في اش. لاحظوا جيدا هنا ما معنى اثنان في ا. اثنان في ا، اثنان في ا هي هذا الضلع زائد هذا الضلع، هذه هي اثنان في ا. واثنان في ب، ما معنى اثنان في ب؟ هي هذا الضلع، ضلع زائد هذا الضلع. اذا اثنان في ا زائد اثنان في ب، اثنان في ا زائد اثنان في ب ماذا تساوي؟ تساوي محيط المستطيل اللي هو هذا. إذا تفهمنا من هنا جات مساحة، عفوا محيط القاعدة نضرب في الارتفاع، هادشي كامل نضربه في الارتفاع. إذا نتمنى إن شاء الله تكونوا فهمتوا الطريقة، إلا ما فهمتوهاش ماشي مشكل في هذه المرحلة، المهم سهلة حفظها فقط. محيط القاعدة في الارتفاع جملة واحدة، محيط القاعدة في الارتفاع. إذا ننتقل على بركة الله من أجل بقية التمارين. التمرين الأول يقول أحسب المساحة الجانبية والمساحة الكلية لكل مجسم. هنا مكعب، طريقة سهلة، المساحة الجانبية والمساحة الكلية، فقط نرجع للقاعدة ونشوف المساحة الجانبية والمساحة الكلية، هذه للمكعب، عفوا هنا نسيت المساحة الكلية لمتوازي المستطيلات، هي مجموع مساحة الوجوه الجانبية ومساحة القاعدتين، نزيد عليها مساحة القاعدتين فقط للفوق وللتحت، وترجع عندي مساحة الكلية. إذا رجعوا للتمرين نخليكم تفكروا، هنا عندي 4 سنتيمتر المكعب، يكفيني فقط معلومة واحدة لكي أعرف مساحة المكعب ومحيطه والمساحة الجانبية والكلية عفوا للمكعب. لماذا؟ لأن كل أضلاعه متساوية. نخليكم تفكروا في هذا التمرينين بجوج بهم، وننصحوا إن شاء الله بعد قليل. إذا قلنا لحساب المساحة الجانبية أطبق القاعدة 4 في أ في أ، حيث أ تساوي 4 سنتيمتر، يعني فقط نغير أ بالقيمة ديالها وتعطيني المساحة الجانبية هي 4 في، وأ شحال عندي؟ حتى هي 4 في 4 في أ اللي هي حتى هي 4، 4 في 4 في 4 هي 16 في 4 هي 64، 64 ماذا؟ سنتيمتر مكعب. لحساب المساحة الكلية أطبق القاعدة، نفس الشيء، 6 في 4 في 4
ستة في أربعة 24 في أربعة 96 سنتيمتر مكعب. طريقة فقط تطبيق القاعدة بكل سهولة. إذا عندنا هنا عاوتاني المستطيل، المستطيل خاصني ثلاثة المعلومات. المعلومة الأولى هي طول وعرض القاعدة، والمعلومة الثالثة هي الارتفاع. إذا ثلاثة المعلومات خاصني. والقاعدة تقول لحساب المساحة الجانبية أطبق القاعدة، هذه قلنا هي محيط القاعدة مضروب في الارتفاع، حيث A و B و H كل منهم يساوي 6 5 4 3 على التوالي. إذا يكفي أنني نكتب القاعدة هي 2 ضرب A زائد B ضرب H. ماذا فعل؟ أعوض كل من A و B و H بالقيمة ديالها. إذا 2 ضرب A شحال كتساوي A؟ 6 زائد B شحال كتساوي B؟ 5 ضرب H شحال كتساوي H؟ 3. إذا هذه كتساوي 6 زائد 5، دائما نبدأ ما بداخل الأقواس، 6 زائد 5 11 ضرب 3 33 ضرب 2 66 66 سنتيمتر مكعب. المساحة الكلية أحسب مساحة القاعدتين وأضيف المساحة الجانبية اللي حسبت، المساحة الجانبية. إذا مساحة القاعدتين قلنا القاعدة، قاعدة المستطيل هي هذه، متوازي الأضلاع هي هذه، عندي الطول وعندي العرض، هذه هي القاعدة. إذا هي الطول في العرض 6 في 5، هذه تعطيني القاعدة رقم 1، و 6 في 5 القاعدة رقم 2، إذا قاعدتان. إذا هي 5 في 6 زائد 5 في 6 يعني 30 زائد 30 تساوي 60. هذه 60 هي مساحة القاعدتين، زائد 66 هي المساحة الجانبية تساوي 126 سنتيمتر مكعب. هذه هي المساحة الكلية لمتوازي المستطيل. انتقل للتمرين رقم 2، احسب المساحة الجانبية لمتوازي المستطيلات. عندي هنا محيط القاعدة هو 24 ديسيمتر، محيط القاعدة هو 24 ديسيمتر، هذه القاعدة هذه محيطها هو 4 أو لا اللي الفوق بحال بحال، محيط القاعدة هو 24 ديسيمتر، أعطاني محيط القاعدة وأعطاني الارتفاع. وقلنا القاعدة ديال حساب المساحة الجانبية لمتوازي الأضلاع هي محيط القاعدة في الارتفاع، ولكن لاحظوا جيدا هنا أعطاني محيط القاعدة بالديسيمتر وأعطاني الارتفاع بالسنتيمتر. ماذا أفعل؟ أحول أحدهما إلى الآخر، ومن الأحسن نحول الوحدة الكبرى إلى الوحدة الصغرى. إذا أحول الديسيمتر إلى السنتيمتر، 24 ديسيمتر هي 240 سنتيمتر، وأطبق القاعدة. إذا القاعدة هي محيط القاعدة كتساوي 240 سنتيمتر ضرب الارتفاع 5. هذه هي قاعدة حساب المساحة الجانبية. إذا 240 ضرب 5، 5 ضرب 200 هي 1000، والأربعون ضرب 5 هي 200، 1200 ماذا؟ سنتيمتر مكعب. إذا ننتقل للتمرين رقم 3، يقول ألاحظ نشر المكعب ونشر متوازي المستطيلات، ثم أحسب المساحة الجانبية والمساحة الكلية لكل من مكعب ومتوازي المستطيلات. المساحة الجانبية بالنسبة للمكعب، المساحة الجانبية هي طول هذا الجزء، هذه المساحة الجانبية، والمساحة الكلية نزيد عليها هذا الجزء زائد هذا الجزء. هنا المساحة الجانبية للمستطيل متوازي المستطيلات هي هذه، ونضيف عليها المساحة القاعدتين باش تعطيني المساحة الكلية. إذا نخليكم وقت للتفكير وإن شاء الله نتقي ونخرجوا التمرين. إذا هنا إن شاء الله نخرجوا التمرين، كما قلنا خصنا نحسب المساحة الجانبية، المساحة الجانبية للمكعب.
المساحة الجانبية للمكعب. لاحظوا هي 3 ضرب هذا الطول العرض. والطول شحال هو؟ كم يساوي طول هذا الضلع؟ هو 4 مرات 3، اذا هذا كيساوي 4 في 3 هذا الجزء. اذا 4 في 3 في 3 يعطيني مساحة المساحة الجانبية للمكعب. اذا هي 4 في 3 اللي هو الطول في 3، هذا يعطيني المساحة الجانبية. 3 في 3 9، في 4 36 سنتيمتر مربع. نضيف المساحة الجانبية المساحة القاعدتين، اذا هي الطول في العرض او لا ا في ا. 3 في 3 شحال عندي منها؟ 2. اذا 3 في 3 زائد 3 في 3 مساحة القاعدتين، مساحة القاعدتين هي 3 في 3 زائد 3 في 3 تساوي 9 زائد 9 تساوي 18 سنتيمتر مربع. عفوا هنا واحد الخطأ بسيط، هنا سنتيمتر مربع ماشي مكعب، اذا مضطرين نرجعو التمرين كامل. استسمحكم، هنا سنتيمتر مربع المكعب بالنسبة للحجم، هنا فقط سنتيمتر مربع وليس سنتيمتر مكعب. اعتذر مرة اخرى. اذا هذه حسبنا هنا 18 سنتيمتر مربع، وضيف المساحه الكليه هي المساحه الجانبيه زائد مساحه القاعدتين. اذا المساحه الكليه للمكعب هي 36 زائد 18 تساوي 54 سنتيمتر مربع. إذن هذا كان خاص بمساحة المكعب. نشوف الآن مساحة متوازي المستطيل، مساحة متوازي المستطيلات. إذن قلنا ما هي قاعدة حساب مساحة متوازي المستطيلات؟ هي إذا انتبهوا معي جيدا، سنحسب إن شاء الله المساحة الجانبية لمتوازي المستطيلات ثم بعد ذلك المساحة الكلية. إذا هنا أول حاجة لحساب المساحة الجانبية ماذا أبحث؟ أبحث عن محيط القاعدة. أولا أين هي القاعدة؟ القاعدة هي هذه القاعدة ديال متوازي المستطيل. إذا طولها هو هذا اللي هو هذا 5 سنتيمتر، وعرضها هذا اللي هو هذا 2 سنتيمتر. إذا هذا المحيط شحال كم يساوي؟ هو 2 ضرب A زائد B. A هي 5 و B هي 2. إذا الآن حسبنا محيط القاعدة، ماذا بقي لنا؟ الارتفاع. فين هو الارتفاع؟ الارتفاع هو هذا الجزء. إذا من نجيب لنا المعلومات الخاصة بالارتفاع، العلو ديال هذا الجزء؟ لاحظوا جيدا أن هذا الجزء هو على شكل مربع، إذا فهذا الضلع يساوي هذا الضلع، وهذا الضلع عندي معلومة عنه فهو 3.5، إذا هذا يساوي 3.5 سنتيمتر. إذا محيط القاعدة ضرب الارتفاع اللي هو 3.5 سنتيمتر، هذا يعطينا 5 زائد 2 10 7، 7 ضرب 2 14، 14 ضرب 3.5 14 ضرب 3.5 تساوي 49. إذا المساحة الجانبية لمتوازي المستطيلات هي 49، 49 سنتيمتر مربع. والمساحة
مساحة القاعدتين مساحة القاعدتين فالقاعدة الأولى عندها مساحة عندها طول 5 والعرض 2 فهي الطول في العرض 5 في 2 وعندي قاعدتين عندي القاعدة الأولى والقاعدة الثانية إذا 5 في 2 زائد 5 في 2 هي 5 في 2 زائد 5 في 2 تساوي 10 زائد 10 تساوي 20 ماذا سنتيمتر مربع. إذا المساحة الكلية هي مساحة الجانبية زائد مساحة القاعدة عفوا هنا مساحة الجانبية إذا فهي 49 سنتيمتر مربع زائد 20 سنتيمتر مربع يساوي 69 سنتيمتر مربع. هذه هي مساحة الكلية لمتوازي مستطيلات وهذه مساحة الجانبية. إذا شكرا لانتباهكم وانتقل إن شاء الله في تمرين آخر والسلام عليكم ورحمة الله.